صباح الخير. صباح الفل. كيفك يا حلوة؟ كيفك يا قمرة؟ كتير منيحة. وانتي؟ مبسوطة اني شفتك، اشتقت لك. وانا كمان بطلع احب الويك اند. او انا والله بحس ما في تواصل بيكون بيننا، يعني حلقتي لي بالويك اند. الظروف صعبة. البرنامج اليوم رح يكون شو؟ فرح وزغاريت من اجواء الشارع الاردني. يسعد صباحكم جميعا، وان شاء الله انتم كمان تكونوا مضيتوا عطلة نهاية اسبوع حلوة ومريحة ومبسوطين فيها وجاهزين لتبدوا اسبوع جديد. اليوم رح اذكر حالي واتذكر انا وانتو كيف لما طلعت نتائج التوجيهي وقديه جبت معدل. رح اقول لكم هيك، احكي لكم تفاصيل عن النجاح قديه حلو. رهف، حبيبتي، ابوي وين كان؟ بسلاح الجو بعمان. لما كنت توجيهي انا. يا رهف مالك انت، يعني الواحد بفكر بعيونه ولا بادانه؟ كان بعمان والله، ودرست دراسة أنا ما بتفهم. بتذكر. وفعليا كنت بنت مجتهدة جدا جدا. أكيد. جدا. أي نعم فوضوية، ولكن شو مجتهدة. هلا أنا يعني جد ناس فكروني بمزح. أنت ملاحظة أني حاطة اليوم في سالين؟ هذا أصلي. قال لك شو هلا لولو، شو رش ملبس يا ماما، وشو لنا لولو. المهم رهوفتي، أنا خطي أنت شفتي بجنن بنقرأ. لا صدقا انسوا المحبه، بس خطها ما بنقرأ. فانا متاكده علاماتي راحوا من الخط. اساليني ليش انت جبتي 93. بس انا كان لازم اكون من اوائل المملكه. بس انا المية لازم سكرتها. لو لحقتي توجيهي 2020 كان بتسكري 105. انا معنيشان تقدير. انا بس عندي فضول اسال الاردنيين والاردنيات سؤال فني يطرح نفسه. الفرحه حلوه والنجاح حلو، بس الالعاب الناريه ليش على 6 الصبح؟ طب ما الدنيا فضى. فرقعونا فرقعه. فكره الالعاب الناريه انه الدنيا تكون عتمه، فانت تشوفي الالعاب الناريه بقول لك نلحق اي شيء. طخ طيخ. يعني انا اولها قلت يا الله حبايبي طلعت نتائجهم، بس شوفوني بعد ساعه. يا نعم يا نعم. فرحه النجاح تختلف عن اي فرحه ثانيه. والله والله مش بس للشخص نفسه، وانما لاولياء الامور. انتم بتلاحظوا عند لحظه اعلان نتائج التوجيهي او التخرج من الجامعه، الأهل قديش بيبكوا، لأنه بيشعروا بتعبهم خلينا نقول يعني عرق جبينهم، سواء الأموال اللي دفعت على تعليم هذا الطالب أو هاي الطالبة، أو حتى لحظات السهر والتعب والقلق عشان هالولاد يربوا ويكبروا وينجحوا. فلحظة النجاح مش بس بتكون من أجمل لحظات الحياة بالنسبة للشخص نفسه للطالب، وإنما أيضا للأم والأب. يعني أنا بتذكر لما أنا تخرجت من المدرسة كانت يمكن أكثر لحظة عاطفية بحياة أهلي. إحنا كتير التخرج كتير إشي بالنسبة للأم والأب بيكون مؤثر، وهذا لاحظنا وشفناه سواء من العبارات اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو التهنئة اللي صارت، دموع الفرح اللي شفناها عند بعض الأباء. طبعاً عند كل الأمهات والأباء، لأنه هاي المرة كله ناجح. كله يعني اللي جايب 90 هاي المرة مش دارس. هلأ شوفوا، بدي أقول لكم شغلة. فرحة النجاح ما في فرحة توازيها. مش أدام بقول لكم فرحة الحب، النجاح والله فرحة النجاح التوجيهي بالتحديد، لأنه منحسه هو أول تحدي حقيقي بنواجهه بحياتنا، ومنكون بدنا نغلبه ومنكوننا نتفوق عليه. فألف ألف مبروك لكل الناجحين المتفوقين، واللي ما حالفهم الحظ كمان. يعني ما منحس بطعم النجاح إلا لما يكون في فشل، وهذا مش فشل. الفاشل شو بقول لك، السقوط وارد، أما الانتصار بعد السقوط واجب. فأنتوا واجبكم هلأ، وقعتوا وقعة صغيرة مش مشكلة، رح تكملوا إن شاء الله بطريق مزدهر. رح نكمل. بدي أقرأ لك رسالة تهنئة قرأتها على فيسبوك من أم لابنها. يلا. أحلى من هيك وصف، أو أحلى من هيك خلينا نقول تعبير عن الشعور بالفخر والفرح ما في. بتقول له: لم أكن قبل هذا اليوم الرائع أعلم بأن السماء عالية ورائعة هكذا، ولكن نجاحك يا موسى جعلني ألمس السماء وأعيش روعتها. تخيلي السعادة لما أنت تحسي حالك وصلتي للسماء. كتير حلو. كتير أنا من الأشياء اللي يعني دائما بتذكرها، مرة نادين الراسي، نعم قلت لكم إياها، كتبت لابنها لما تخرج من الجامعة، قالت بأنه أنا بتذكر هداك اليوم اللي رحت أنت فيه على الحضانة وأنت قعدت تبكي
وتنادي علي انه بدي ماما. وطبعا يعني بي بي بمرحله معينه انا لازم اترك ايدك عشان تفوت على الصف لحالك. قالت فانا ما قدرت اتماسك اعصابي، فضليت قاعده على الدرج استنيتك لخلص الدوام وانا عم ببكي. قالت ومن هديك اللحظه لليوم وانا لسه قاعده على الدرج خايفه عليك. انا اليوم قمت عن الدرج، مسكت ايدك وفلتها للدنيا. فالنجاح بالنسبة لأهالينا يعني أبوكي رح يكون مبسوط فيكي وإنتي شهادتك بإيدك أكثر من والعريس جنبك، صح؟ بحب إنه يستتك ويهنيك بس شهادتك هي الإشي الوحيد اللي ما بيتاخد منك. أوبرا وينفري هي من الشخصيات الناجحة جدا واللي رحلة نجاحها كانت محفوفة بالتحديات والعراقيل والمخاطر، صح، والنقاط السوداء إذا بدنا نقول. حكت ثلاث أقوال، حكت أقوال كثيرة، ولكن أنا أكثر ثلاث أقوال بيأثروا فيي من أوبرا وينفري هم، اسمعوهم. قم بالأشياء التي تظن أنك تعجز عن القيام بها، افشل ثم حاول مرة أخرى. الأشخاص الذين لم يتعثروا أبداً لم يصلوا إلى خط النهاية. هاي واحد. حلوين. اثنين، لدي الكثير من الأشياء لأثبتها لنفسي، أهمها أنني أستطيع أن أعيش حياتي بدون خوف. وثالث قول، كن ممتناً لما تمتلك، ستجد نفسك دائماً تحصل على المزيد. إذا ركزت على ما لا تمتلك لن تشعر أبداً أنك حصلت على ما يكفي. يعني إحنا سعداء بأنه منازل وبيوت الأردنيين رجعت داءت طعم الفرح مع نتائج التوجيهي اللي كان مختلف عن أي عام ماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. سمعت هاي العبارة من عدد كتير كبير من الأشخاص، أنه خليهم يفرحوا، خليهم ينبسطوا. طبعاً إحنا هون ما عم نحكي عن السلوكيات الخاطئة اللي بعض الأشخاص وأكيد ما منعمم قاموا فيها مثل إطلاق العيارات النارية وما إلى ذلك، ولكن إحنا عم نحكي عن الفرحة. اشتقنا للفرح، اشتقنا أن نفرح من قلوبنا. فبالعكس الشخص اللي كان عنده طالب توجيهي أو طالب التوجيهي ناجح، احتضنوا هاي الفرحة وعيشوا فيها وما تنسوها، وبالعكس يعني مطوها قد ما بتقدروا بهالزمن الأغبر. بهالزمن الأغبر والله. مزبوط رهوف اللي بتحكي. وبعدين بدي أنصحكم كمان نصيحة تانية يعني بلا معلومية أكيد. كل واحد بالنهاية عايش تجربة خاصة فيه على أساس أنه إحنا هيك كبار شوي عمرا أكثر. بأنه هلأ حطوا لي الجانب الأكاديمي على جنب، صح، وركزوا على النظريات الحياتية اللي بدكم تسلكوها، وهي هي اللي رح توصلكم إلى المكان الذي تحلمون به. في نظرية أنا للأسف كنت يعني كنت أفكر فيها كتير وظل يخشى أن يكون تحت الأزهار أفعى، فما بقرب. الخوف بيخليك تعيش على الهامش. It's a choice. الحياة هي قرار. بدك تقتحم الغمار، توقع وتوقف وتنجز. ما في إنجازات بدون تحديات، وما في إنجازات بدون عقبات. أو بدك تعيش حياة نيوترال. إذا ما بدك حدا ينتقدك لا تحكي إشي ولا تعمل إشي ولا تنجز إشي. استعد بأنه في ناس بدهم يحبطوك بس لأنه ما عندهم اللي عندك، وفي ناس بدهم يساعدوك لأنهم أمنين فيك. اللي مؤمن فيك خليه في محيطك. تحت الأزهار ما في أفعى، حتى وإن كانت سنهزمها. صح 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 ص